اليوم رفعنا تقريبا ما يقارب طن ونص من المخلفات من الأسماك من شاطئ صليبخات. الشاطئ هذا طبعا اللي هو بجانب مقهى صليبخات الشعبي اللي دائما يكون متروس من العوائل والأطفال، وصراحة في روائح كريهة جدا قاعد تطلع من الأسماك هذه. احنا اليوم موجودين في شاطئ صليبخات الشعبي بجانب مقهى صليبخات. طبعا بعد حملتنا اللي كانت قبل يومين في شاطئ مستشفى الصدري لاحظنا وجود كميات كبيره من اسماك الكم. اليوم ايضا بعد جوله تفقديه لاحظنا وجود ايضا في شاطئ صليبخات كميه اخرى كبيره من اسماك الكم موجوده على الشاطئ. بناء عليها انطلقنا اليوم للحمله، بدينا الساعه 8 الصبح لازلنا مستمرين ناشد الجهات المسؤوله عن رفع هذه الاسماك اللي موجوده على الشاطئ بالاخذ اجراء سريع، ويكون في نوع من السرعة في رفع هذه المخلفات أو الأسماك النافقة نظرا للروائح الكريهة اللي تسببها، وبالذات في الشواطئ اللي تكون مطلة على المقاهي الشعبية أو مطلة على الأماكن اللي يرتادونها رواد الشاطئ بالكثير.